إطلاق النار في الصباح دفع سكان كورتسبور للهروب إلى الشوارع. قوات الأمن الهندية تبادلت إطلاق النار مع المهاجمين الذين احتموا في مركز للشرطة بعد أن سرقوا سيارة وأطلقوا النار على حافلة. الحكومة الهندية طمأنت المواطنين وأعلنت سيطرتها على الوضع. لقد طلبت من قائد أمن الحدود بوضع قوات الأمن على أهبة الاستعداد على طول الحدود. تقع كورتسبور في منطقة بونجاب الحدودية على بعد 20 كيلومتراً من الحدود الباكستانية، وقد أعلنت الشرطة أن المهاجمين ارتدوا زياً عسكرياً ولا تستبعد أن يكونوا من منطقة كشمير المجاورة. ولاية بونجاب التي تقطنها أغلبية من السيخ بقيت حتى الآن بعيدة من العنف، وعلى بعد كيلومترات قليلة من موقع الهجوم عثرت الشرطة على 5 قنابل على سكة للقطارات أبطل مفعولها الجيش بعد إيقاف حركة القطارات وتشديد الاحتياطات الأمنية.